عمرو دياب دخل صح باباكي من النوم عشان يتقدم لك صح؟ دي بقى انا ما اعرفهاش، دي انا احنا جبناها يعني. صح باباكي من النوم وقال له انا عايز اتجوز بنت، فراح قال له طيب عشان يكمل نومه ويسيبه ويمشي. لو في حاجه غلط في القصه لا 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 لا، هو فعلا دخل عليه اوضه النوم قال له انا عاوز اتجوز. انت قعدتي قد ايه متجوزه عمرو دياب؟ 3 سنين. غنى لك فيهم كام اغنيه؟ كلهم. واثقه من نفسها يا جماعه، شيرين رضا واثقه من نفسها، عمرو دياب غنى لها كل الاغاني وقت ما كان متجوزها. هيغني لمين تاني؟ ده انا كنت اذبحه. يا جامد، مع انه ما يبانش عليك انك بتذبحي يعني. خلي بالكوا شيرين عندها وش تاني. انا بقول لكم اهو انا عارفاه. طلعي الوش التاني. بعد الانفصال غنى لك كام اغنيه؟ اشربي 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 بلي ريقك. كلهم. معرفش، اساليه هو. واثقه من نفسها جدا. سالتيه ولا احساس؟ لا لا بهزر. معرفش، اصل كل الناس تيجي تقول لي الاغنيه دي ليكي، اقول لهم اه. الاغنيه دي ليكي، اقول لهم اه. طيب بصي شيرين، طبعا انت لما اتجوزتي عمرو دياب كان نجم كبير، وزي ما احنا قلنا تارجت لاي واحده تتمناه، وممكن يكون في بنات كتير كانت مش بتعمل لك حساب، اللي هو ده عمرو دياب مالناش دعوه متجوز ولا مش متجوز، هم يعرفوه هو يعني. يعني عانيتي من ده؟ انه كان في بنات وراه؟ اه. كنتي غيرتك واصله لحد فين؟ لا انا مش بغير. نعم، اصل الغيره دي ما بتوجعش غير صاحبها. انت قلتي دلوقتي هتقطعي رقبته لو غنى لحد غيرك. ايوه رقبته هو. وانت كنتي صغيره؟ البنات. إيه، انا اتجوزت واحد مشهور معروف، فلازم يبقى عنده معجبين. لو غيرت عليه ومين دي وبتكلم دي مين، انا اللي هتعب في الاخر، لان هو هيفضل حواليه نسوان. وانا بسميهم نسوان مهما كان سنهم، بس اللي تجري ورا راجل بالاسلوب ده تبقى نسوان مش ست. ستات محترمين. فالغيره دي بتوجع صاحبها، فبتضايق صاحبها. يعني انا الوحيده اللي كنت هتضايق واتعصب ومين دي وحاضر عناية في وسط راسي. فانت تختاري، يا هتمشي كده يا هتمشي كده. انا اخترت انه لازم اثق فيه، وهو بقى يوريني هو محل الثقه دي ولا لا. وانا بحب اعمل كده، انت اللي توريني انا كان عندي حق ان انا اثق فيكي ولا لا. قولي لنا دلوقتي، عمرو دياب كان وقتها عمل حوار مع الراحل مفيد فوزي، الأستاذ مفيد فوزي، وسأله إيه سبب الانفصال الحقيقي؟ قال له المركب اللي ليها ريسين تغرق ولازم يبقى فيه ريس واحد. معناه إيه الكلام ده؟ سألوه هو. ما تتعبنيش. ألوه. ما تتعبنيش يا شيرين يا رضا. هو الحديث ده كان من قد ايه؟ وقت الطلاق. ما اعرفش كان بيفكر في ايه وقتها. طب سبب الانفصال كان ايه؟ قولي لي حاجه بس بتعلنيها لاول مره كده، اديني اي حاجه. لا يعني انفصال جه. مش عيب يعني، هو يزعل منك انك تقولي سبب الانفصال؟ لا هو الانفصال جه، الحياه بينا اصبحت مستحيله. ما بقيتيش قادره تشتري دماغك اكتر من كده؟ ممكن. تاخديها لقد عالي ولا بجد؟ لا فعلا يعني الكلام ده من زمان قوي، فانا ما بحبش ان انا اشيل من حد. فوقت الانفصال احنا كنا بنتخانق، الحياه بينا ما كانتش لذيذه، فانا افضل ان احنا ننفصل ونبقى اصدقاء عن ان احنا نكمل حياه والمشاكل تكبر بينا بعد كده ما نقدرش حتى نبص في وش بعض.